افتتحت محافظة شمال سيناء معرض أهلا رمضان بالعريش، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع اللازمة للمواطنين. ويقام المعرض في مدينة العريش، وتزامن معه إقامة 3 معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.